عقد في بلدة بنش في إدلب مؤتمر ضم أغلب ناشطي الحراك الثوري منذ بداياته في إدلب وريفها وممثلين عن أغلب الهيئات والإدارة المدنية. تناقش المجتمعون الوضع السوري الراهن وأخر تطورات الساحة السياسية، وشكلت جسما إداريا منبثقا عن هذا المؤتمر وفق المناطق ليتابع أمور هذا المؤتمر ويحاور الفصائل الثورية لدعمه. تمت دعوتنا إلى اجتماع النشطاء السياسيين والمدنيين في إدلب المحررة، وتم الاجتماع مع الأخوة الموجودين والحاضرين، وكانت نتائج اجتماع إن شاء الله جيدة، والعمل على الخروج بلجنة من أجل متابعة توصيات الاتفاق الذي تم من أجله لتحديد العمل المدني في المحافظة المحررة، وإن شاء الله تتوسع حتى تكون على نطاق كامل الأراضي المحررة. يهدف هذا المؤتمر إلى إيجاد جسم سياسي إداري معترف به داخليا وخارجيا يواكب متطلبات الشعب السوري المكلوم في إدلب. الشعب السوري عامة هو الذي يقرر من هو إرهابي، مع التأكيد على أن الإرهاب هو إرهاب أسد. فيما ستبقى كلماتهم غير مسموعة في الوسط العسكري ما لم تجد بندقية تعزف، فيسمعها رشاش ويصدقها مدفع وتوافق عليها دبابة.